فطاير بالعجينة البيتي الجميلة محشية باللحمة المفرومة. لما الولاد يقولوا لنا عايزين ناكل عشوة من برة، لازم بقى كده حسونا الفطاطري اللي جوانا ينط ويطلع للنور ويطلع أحلى فطاير بعجينة هشة وجميلة جدا جدا باللون الرائع اللي انتوا شايفينه ده. أنا إيناس عباس، اللي لسه ما تابعنيش تابعني على قناة الوصفة، وكمان يتابع القناة والبيج والجروب والإنستجرام والتيك توك باسم شيف إيناس عباس. إيه نوسة يا نوسة الجمال ده، إيه اللون الرائع ده، وإيه الروائح الجميلة دي. العجينة عاملة زي البالونة، يعني منفوخة من جوه وهشة، وحشوة اللحمة فيها بقى يا وعدي، يعني مفيش حد هيواجه ولادنا بالكرم زي اللي احنا نعمله ده. شايفين بقى العجينة قطنية ازاي هشة كده، يعني بتاكلوها كأنكم بتاكلوا هوا، حاجة كده جميلة جدا جدا، مفيش اي حد برة هيعملها لكم بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. وجنبها بقى كده شوية مخلل بيتي كده، حاجة جميلة كلها من حواضر البيت. انا بسرعة بسرعة كده عصقت شوية لحمة مفرومة حوالي تقريبا ربع كيلو، حطيت فيها بقى كده كمان بقدونس ورشة من البهارات اللي هي المشكلة اللي فيها القرفة والقرنفل والكبابة الصيني وزر الورد، حاجة كده ريحتها جميلة جدا. وحطيت فيها بقى كده كمان شوية فلفل حامي علشان الأكلة تبقى حرشة زي الأكل بتاع بره. وهركن بقى كده اللحمة المفرومة على جنب، هي مستوية طبعا سوا كامل. والعجينة احنا هنعملها عجينة بيتي من صنع ايدينا. هجيب بقى كده تقريبا حوالي نص كيلو من الدقيق. نص كيلو من الدقيق هيكفي لي الربع كيلو لحمه اللي انا عصقته. طبعا اللحمه اللي انا عصقتها حاطه فيها بصل كتير ومحبشاها بالفلفل الالوان وكده، فبتدي ما شاء الله كميه كبيره. ده كده حوالي 3 كوبايات من الدقيق، او اللي هو يعادل يعني نص كيلو من الدقيق متعدد الاغراض العادي. هحط عليهم معلقتين من اللبن البودره، وهحط كمان رشه من الخميره الفوريه. احنا مش عايزين العجينه تخمر خمر كامل، احنا بس عايزينها تبقى بتتنفس، فانا حطيت معلقه صغيره من الخميرة الفورية، ومعلقتين من السكر، ونص معلقة من الملح. بس كده هي دي المقادير بتاعتي. هبدأ بقى ان انا اقلب الحاجات الجافة دي، اللبن البودرة مع الدقيق مع السكر مع الخميرة مع الملح، وبالمية العادية خالص بتاعت الحنفية بدرجة الحرارة العادية. هحط بقى كده كمان معلقة زيت، وهبدأ ان انا احط المية بالتبادل مع الزيت، يعني هي تحتاج معلقتين كبار من الزيت، هنحطهم كده بالتبادل. انا حطيت المية مش دافية علشان انا مش عايزاها تخمر خمر كامل زي ما قلتلكم، مش عايزاها تقلب تبقى عاملة زي العيش الفينو، لا انا عايزاها تبقى فطاير. هلمع بقى كده وش العجينة بتاعتي برشة من الزيت زي ما انتوا شايفين، ومش هستنى خالص ان العجينة تخمر، لان انا برضو مش عايزاها تخمر، انا عايزاها ما تقبش وما تبقاش منفوخة من جوه وكبيرة قوي وتخينة وتعمل لبابة، لا انا مش عايزة كده، انا عايزاها تبقى شبه الفطاير الشرقي كده، بس برضو تبقى العجينة متنفسة وطرية. زي ما انتوا شايفين انا خلصت خلاص عجن العجينة وركنتها على جنب، وعلى طول على طول هشكلها. هحط كده رشة من الدقيق على الكيس اللي انا هقطع عليه كور العجين، وهقطعها بقى للحجم اللي انا عاوزاه. انا عايزاها حجمها يكون قد البرتقانية كده البلدي، فهعملها يدوبك هتديني تسعة تقريبا، تسعة وحدات كويسين جدا، يعني تسع ارغفة بالربع كيلو لحمة اللي احنا عاملينه والنص كيلو دقيق كده، مناسبين جدا جدا لبعض. خلاص بقى خلصت تشكيل العجين، جبت كده شوية سمنة مسيحاهم او زيت يعني تبع الحاجة اللي احنا نحبها، ودهنت كده الحاجة اللي انا هفرد عليها، وبايدي كده مش احتاج نشابة ولا اي حاجة، وهبدأ ان انا ابطط العجينة كده زي ما انتوا شايفين، واحط فيها معلقتين كبار كده من اللحمة المفرومة المتعصجة، وهبدأ ان انا اطوي حروف العجينة على بعضها، هرفعها لفوق كده والمها زي ما انتوا شايفين كاني كده بزمها زي السرة. خلاص كده هقفل الحروف بتاعتها على بعضها كويس قوي، اهم حاجة نقفلها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وهبدأ ان انا احطها تاني واضغط عليها ضغطة خفيفة كده، مش عايزينها ترق خالص لدرجة ان اللحمة تخرج منها، لا احنا عايزينها بس مقفولة كويس ومظبوطة زي ما انتوا شايفين بالشكل الجميل ده. هعمل معاك واحدة كمان، هبدأ ان انا افرد العجينة بايدي كده وبططها، تبقى برضو كده فيها سمك شوية، يعني ما نعملهاش رقيقة عشان ما تتقطعش من اللحمة، واهم حاجة اللحمة تكون باردة طبعا عشان برضو ما تبوظليش العجينة. وهبدأ ان انا الم كده الحروف بتاعت العجينة واعملها زي السرة او المنديل، واقفلها على بعضها كويس قوي، وبايدي برضو اديها ضغطة خفيفة. يا سلام ايه الجمال ده، ما شاء الله مظبوطة جدا وجميلة. انا شايفة كده ان حجم الرغيف كويس قوي، ادي التسع ارغفة بتوعي اللي انا عملتهم كلهم جاهزين. ممكن بقى ان احنا نعملها ونحضرها من قبلها بشوية ونخليها، انا مش محتاجاها تخمر زي ما قلتلكو، انا خلصتها على طول، يعني هي ما كملتش حاجة. محتاجة بقى كده طاسة تكون شرحة وبرحة علشان اعمل فيها الفطاير بتاعتي، لان انا هسويها على عين البوتاجاز. ممكن برضو كنا ندهنها كده بدهنة من الزيت وندخلها الفرن. الطاسة دي ليها وش تيفال وليها الوش التاني ألمونيا، جميلة قوي، كبيرة تقريبا نص متر، انا بحب اسوي فيها لما ببقى عاملة ما شاء الله كميات كبيرة، بتنجز معايا بسرعة على عين البوتاجاز. يعني احنا ينفع نسويها على عين البوتاجاز، وينفع كمان نسويها في الفرن ان احنا ندهنها، وممكن كمان نعمل وشها بيتزا، يعني نحط على وشها جبنة موتزاريلا وزيتون وكاتشب وحاجات زي كده، تبقى برضو جميلة. اخترت بقى العين اللي في النص بتاعة البوتاجاز الكبيرة الواسعة،
وحطيت عليها الجريل الواسعة بتاعتي، وهبدأ ان انا ارش كده رشة من السمنة او رشة من الزيت، برضو تبع ذوقي وتبع تفضيلي. انا حطيت رشة من السمنة عشان عايزاها يبقى الفطاير طعمها دسم كده وحلوة، تدفينا بقى في البرد دوت. حطيت كده رشة كويسة، يعني ايدينا كده تكون كريمة، لان هي دي اللي هتدي اللون الذهبي الجميل للفطاير بتاعتنا. وهبدأ بقى ان انا ارص دي، برضو ممكن نسميها لحم بعجين بس مقفول بقى، يعني مش وش بس وبيستوي في الفرن، لا دي مقفولة كده ومدورة وجميلة. هبدأ بقى ان انا ارص الارغفة بتاعتي على الجريل، والنار بس تكون متوسطة، احنا مش عايزين العجينة يكون قلبها ني. طبعا اللحمة مستوية، فاحنا عايزين العجينة هي كمان تستوي معاها وتتشرب بقى من المية بتاعت اللحمة والحاجات اللي فيها، تبقى الأطعم مع بعضها. زي ما انتوا شايفين اللون اكتر من رائع، ذهبي جميل جدا، يعني العجينة تعتبر رقيقة، فهي مش هتحتاج تسوية كتيرة على عين البوتاجاز. احنا بس عايزين نضمن ان القلب المستوي بتاع العجينة، فعشان كده بنهدي النار نخليها متوسطة. قلبتها على الناحية التانية بقى، وهبدأ ان انا اتابعها، يعني هديها وش كده وش كده، وكمان احنا عايزين نوقفها على السن بتاعها الارغفة علشان برضو تكون السن بتاعها من الجناب مستوي وجميل قوي. ما شاء الله يعني الارغفة بدأت ان هي تتنفخ وعاملة زي البالونة، جميلة جدا جدا وهشة، علشان بس معلقة الخميرة الصغيرة اللي احنا حطيناها معاها واحنا بنعجنها. ما شاء الله اللون ذهبي رائع، والريحه مش قادره اوصف لكم ريحه التوابل اللي في اللحمه اللي فيها زر الورد والكباب الصيني، ريحتها اكتر من رائعه. زي ما انتم شايفين خلصت اهو 7 ارغفه، وحطيت الرغيفين التانيين على الجريل عشان يستووا. اللون ذهبي جميل، انا عايزاهم برضو يوصلوا لنفس اللون بتاع الارغفه التانيه. وزي ما قلت لكم احنا محتاجين نوقفهم كده على السن بتاعهم علشان بس ما تبقاش الحروف بتاعه الفطاير بتاعتنا معجنه او لونها ابيض. احنا عايزين بقى طبعا اللي ياكل يلاقيها كده مقرمشه من جميع النواحي، يعني هي بدأت تاخد لون ذهبي جميل قوي. احركها بقى كده لحد ما اضمن ان هي استوت خلاص من الجناب، زي الوش زي الظهر اللي من الناحية التانية، جميلة جدا جدا ما شاء الله اللون رائع. وحاجة كده يعني ما شاء الله الفطاير بتلعب معانا، يعني بتقف لوحدها جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين بدأت تاخد لون كده جميل، عاملة زي الريتش بيك اللي بيبقى مستوي جاي جاهز من بره، يعني جميلة جدا جدا. خلاص بقى انا خلصت الكمية بتاعتنا كلها. ممكن في الوقت ده ان احنا كنا نسوي ارغفة كمية كتيرة، كنت ممكن اعمل كيلو لنص كيلو لحمة ونص وكيلو كامل دقيق، واشيلها بقى على طول واخزنها بعد ما تبرد واطلعها على طول على الميكروويف تسخن. بصوا بقى انا الجمال والحلاوة دي، عملت حركات الشيفات بقى، حطيتها على الجريل، انا قفلت النار خلاص ورصيتها على الجريل عشان تقرمش بقى كده وتبقى جميلة، ويبقى الجريل بتاعي هو طبق التقديم للولاد. وحطيت طبعا عليها رشة من البقدونس عشان تدي الطعم بتاع الحياتي الجميل اللون من الناحية دي ومن الناحية دي. يعني بجد بجد الفطاير بتزغرط لنا وبتقول لنا تعالوا كلوني من كتر ما هي جميلة. وحطيت كمان طبق من المخلل المشكل، الليفت والخيار والجزر، حاجة كده جميلة، وشوية بنجر كده المخلل البيتي بتاعنا الحلو. وهجيب بقى كمان قرن فلفل حامي كده احطه علشان اللي هيحب ياكل ويقطم من الفلفل مع الاكل الجميل دوت. انا كمان مش هتشطر اللحمة، هبدأ بقى ان انا اقطع. انا طبعا مش عايزة اكل ولا اي حاجة، انا بس عايزة اطمنكم ان هي جميلة، فانا هدوق عشان اطمنكم مش عشان انا عايزة اكل. بصوا العجينة هشة ازاي بجد يا جماعة، ما فيش جمال كده. يعني مهما هنشتري من بره، طبعا العيش بره بقى غالي جدا، فاحنا عجينة بيتي جميلة نظيفة فيها لبن بودرة، يعني حاجة كده قيمتها الغذائية كمان كبيرة للولاد لما ياكلوا. ومن ربع كيلو لحمة قدرنا ان احنا نعمل عشوة محترمة الولاد ياكلوها وما يفكروش اصلا ان هم يجيبوا حاجة من بره. زي ما انتوا شايفين انا بقطع بقى عشان اوريكم قد ايه العجينة هشة من جوه، وباخد مخلل برده وباكل عشان اطمنكم مش عشان الاكل طعمه جميل ولا ان الفطاير لونها من بره ذهبي ومقرمشة من بره ومن جوه طرية وجميلة. حاجة كده حلوة من حواضر البيت فرحنا بيها الولاد. بألف هنا وشفا، ويا رب دايما وصفاتنا تعجبكم وتنال رضاكم.